أن تقربنا إليك زلفى، وأن تصلح لنا الظاهر والخفى، وأن تمن على كل مريض لنا بشفاء، وأن تدفع عنا البلايا والآفات، وأن تصلح لنا الظواهر والخفيات، وأن تغيث بالغياث العاجل المسلمين والمسلمات، خصوصا أهل غزة وأهل الضفة الغربية وأهل أكناف بيت المقدس، وأن ترد عنهم كيد الصهاينة والفجار والأشرار والمعتدين والغاصبين والظالمين، تدفع عن المسلمين جميع شرورهم في جميع البطون وفي جميع الظهور يا حي يا قيوم. لا تجعل الكافرين علينا سبيلا، وتولنا بما توليت به محبوبيك، وارفعنا مقاما جليلا. اللهم انظر إلينا في هذه الحضرة، اللهم انظر إلينا في هذه الحضرة، اللهم انظر إلينا في هذه الحضرة بشريف وكريم وعظيم النظرة، تصلح لنا بها الأمر كله سره وجهره، تكشف بها عنا البلايا والشدائد عن أمة النبي محمد، ونصلح بها مصر وأهل مصر وأهل اليمن وأهل الشام وأهل الحرمين وأهل بيت المقدس والمسلمين في المشارق والمغارب، تدفع عنهم المصايب والنوايب، تجمع شملهم بعد الشتات، ثبت قلوبهم خير الثبات، وأقدامهم على ما تحب منهم وترضى به عنهم. اللهم خلصهم من كيد النفوس والأهوى وشياطين الإنس والجن، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح لنا ما بطن وأصلح لنا ما ظهر. انظر إلينا بكريم النظر يا كريم يا بار، في حضرة سيدنا الغوث الأكبر، سيدنا الحسين قرة عين سيد الكونين، الذي قال له حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. اللهم إنا نحبهم لك ومن أجلك وفيك، فحققنا بحبائك هذه المحبة، وزدنا لك ولهم محبة، ومنك ومنهم محبة، وأدخلنا في خواص الأحبة، وأنعم على هذه القلوب وهذه الأرواح في هذه الساعة بشربة من شراب المحبة الطيب مع أهل الغيث الصيب، من كل من ارتضيت وقربت وأدنيت ورفعت وأعليت، ولهم في كل شان توليت، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا دافع الآفات، يا جالي الكربات، يا رب الأراضين والسماوات، يا سريع الإغاثات، عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، فقراؤك بفنائك، سائلوك بفنائك، عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، فقراؤك بفنائك، سائلوك بفنائك، عبيدك بفنائك، فقراؤك بفنائك، مساكينك بفنائك، سائلوك بفنائك، متوجهين إليك بأحبائك وأصفيائك. اللهم لا صرفت أحدا من هذا المجمع إلا منظورا إليك، مكفرة ذنوبه وسيئاته، مغفورة أوزاره وخطيئاته، صالحا قلبه، بالغا عرباه، مدفوعا جميع السوء عنه. أيدي الفقراء إليك امتدت، أسعدها مع من أسعدت يا غني، وأدخلنا دواب مداخل المحبوبين من أهل المشرب الهني، يا وهاب يا غني، فنسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، ادخل علينا في هذا المقام خلعة رضوان لا سخط بعده أبدا، وخصع خلعة أمان في الدنيا والبرزخ وغدا، واربطنا بنبيك محمد نبي الهدى، وشرفنا بالنظر إلى غرته الكريمة وطلعته البهية العظيمة في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة، واشفرج كروب المسلمين أجمع، واجعلنا من خواص الهداة المهتدين يا من الدعاء يسمع بالحبيب المشفع وأهل المقام الأرفع، بنيت كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة عند الموت لنا وأحبابنا وأحبابنا ولصلاح المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة.